طيب للجميع مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى هذا لقاء تنبيه من المستوى الاول عن زوابع رمليه ستنشط بكثره على الصحراء الوسطى وكذلك اقصى الجنوب على كل من انقزام ان صالح كذلك ولايه تيميمون حتى على ولايه المنيعه. تنبيه اخر من المستوى الاول عن امطار رعديه ضمن التيارات الجنوبيه غربيه ستخص ولايه تندوف حتى خلال يوم الغد ان شاء الله، دائما ضمن التيارات غربيه جنوبيه غربيه رطبه خاصة على الجنوب الغربي. إذا السحب ستنتشر سفلى مرفوقة بأمطار شكل زخات رعدية أقول على منطقة الصورة كذلك ولاية تندوف، بينما أجواء مغشات تقريبا على كل أرجاء الوطن مع حبيبات رمال التي تبقى عالقة في السماء على المناطق الوسطى والغربية حتى على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد إن شاء الله درجتين دون الصفر على الجلفة، ثم درجات على العاصمة، ننتظر 6 درجات على ولاية بشار كذلك ولاية تنرست وجانيت، 17 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله ارتفاع ولو طفيف لدرجات الحرارة تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية، ننتظر مقاييس ما بين 18 لغاية 23 درجة، 10 درجات فقط على ولاية البيض، 17 درجة على بشار، ننتظر 18 درجة على ولاية غردية وبسكرة، ترتفع كلما اتجهنا من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب لتقارب 27 درجة. للملاحة والصيد البحري خلال يوم الغد مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحر قليل الاضطراب على الواجهة الغربية مع رياح معتدلة، بينما بحر هادئ على السواحل الوسطى والسواحل الشرقية رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. أما خلال الأيام القليلة القادمة بداية من يوم الجمعة إن شاء الله أجواء مغشات تقريبا على جل المناطق الشمالية، دائما تواصل لتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية على منطقة تندوف، درجات الحرارة في استقرار. خلال نهاية الأسبوع إن شاء الله دائما أجواء مغشات على الواجهة الوسطى والشرقية لكن ضمن تيارات غربية جنوبية غربية، السحب ستنتشر تكون ماطرة إن شاء الله، أمطار على شكل زخات رعدية أحيانا معتبرة على منطقة تندوف، منطقة الصورة كذلك الهضاب العليا الغربية، هبوب رياح قوية على الواجهة الساحلية الغربية، درجات الحرارة في استقرار. خلال يوم الأحد إن شاء الله بداية الأسبوع ننتظر دائما السحب ستنتشر على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية أقول سحب النوى العالي لكن سحب سفلى أحيانا كثيفة على الواجهة الغربية مرفوقة أمطار على شكل زخات رعدية على الجنوب الغربي، درجات الحرارة تتراوح ما بين 12 درجة إلى 28 درجة من الشمال نحو الجنوب.